السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الفيديو التوضيحي لبرنامج ويكلت في مشروع My Beautiful Country بمناسبة عيد الجمهورية 25 جويلية 2021. مرحبا بالجميع. أولا أدعوكم للنقر على سابوني للمشاركة في المجموعة، وإذا كنتم تريدون إضافة أي صور أو توضيحات عن الموضوع يمكنكم المشاركة عبر الرابط الذي سأمدكم به في الكومنتر. في المجموعة هذه ستجدون Best Tunisian Songs, Tunisian Costumes, Tunisian Weddings, Food والمدن التونسية بصفة عامة وتقديم للمدن التونسية. طبعا هناك الكثير من التلاميذ والزملاء الأساتذة الذين شاركوا في هذا العمل، وأدعوكم للمشاركة للتعريف بجمالية بلادنا والمناظر الطبيعية الخلابة التي فيها والخصوصيات العادات والتقاليد في الأعراس واللباس والأكل. بالنسبة للرابط، هذا الرابط سأمدكم به للمشاركة في المجموعة. هذا هو الرابط. المطلوب هو الدخول على الويكلت بفتح حساب، وإلا بإنشاء حساب جديد أو فتح حساب موجود من قبل، وإلا استعمال Create Student Account بالنسبة للتلاميذ عن طريق حساب على جوجل أو على مايكروسوفت أوفيس 365. أنا سأدخل بالحساب الخاص بي. Login into your account. سأدخل بالحساب الخاص بجوجل أكاونت. هذا الحساب الخاص بي، وهذه المجموعة My Beautiful Country. المطلوب هو الدخول على هذه المجموعات، مثلا على قفصة أو على Tunisian Food أو أي مدينة من المدن، وإضافة صورة أو إضافة معلومة جديدة في الـ collections التي ترونها. طريقة إضافة الصور أو المعلومات، أولا نعمل follow، ثانيا modify، وهنا يمكننا إضافة يا إما رابط يوتيوب أو رابط من الإنترنت على معلومات عن الموضوع، أو يمكن أن نكتب أي شيء حول الموضوع المقدم هنا، أو صورة. يمكن أن نحضر صورة من الكمبيوتر وإلا من البيبليوتيك أو من جيف، وإلا في شيء PDF فايل PDF، وإلا تويت، وإلا فيديو فليب جريد أو يوتيوب أو جوجل درايف. يعني مثلا إحنا الموضوع هنا هو الأعراس في تونس، سنبحث في يوتيوب
عن شيء حول هذا الموضوع. سنكتب الأعراس في تونس، جو الأعراس في تونس. سنجد هنا فيديوهات كثيرة، يمكن أن نختار منها واحدة. نأخذ الرابط و copy، ثم نضيفه هنا. هنا للبحث، أنا لن أبحث هنا، سأنزل الرابط مباشرة. وعند تنزيل الفيديو أقوم بالنقر على تغميد، وهكذا تكون شاركت في مشروع My Beautiful Country للتعريف بجمالية البلاد التونسية. وكل عام وأنتم بخير.